الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فرحت يا ابن الحسن بداك خلاص من هالزمان. 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 غصي الشباب وبحر الفتن بالفتنة حتى الطفل ضيع دينه. حزين حزين عم الشعب موتي وقتيل بحق ارتكب. كنا صبي بلا يا سبب عاذ الفساد بأرضك ظهر لي أنا. صبور صبور لابد صبور يجمع نبيك يا المنتظر. دمعي المحيب صاير نهار ننتظرك بكل أفيا ولينا. كلام حال يرجع بعد خابش كثر وطال الأبد في المنتظر ربنا وعد. يعني انتم مش ما قلتوا ما تأخرونا. المهدي قادم يا بشر ودولتي حق ينتصر. تبقى بعزيز منين انتظر منكم اذا باكر اجت نومونا. عندكم خجل شعير كفور بيكم جهل وبكيف ثقل صيحت العجل. وليحكي بالحق جهرا يتعادونا. كتاعي للحق الظلام بالغرفة دور ومو نبتها. نادى الصلاح حل هالأمم وانقذها من الهاوية بتفسيره. منهم مشاه على منفعة ومنهم كفار للشر دعاه. وبكل مكان اصلاع يمنعه كلهم بيوم الدين نفس الحيرة. لازم تميز بالعقيل بين العلم وبين جهل. والأعلم ناطق أمل وهو الصلاح لا خلاص بغير. أستاذ إيه أطاك الدليل
أسد التكفير من أصوله وزد أسد التكفير من أصوله يحكم دولة المأمونة عند الشباب الواعدة عند الشباب الواعدة على الثبات الحاردة حكوي الشريف عند الجدة وكل مشاكل نلغي محلولة فساد بأرضك ظهر لي صبور صبور لابد صبور يدفع نبيك يا المنتظر تبعين محيط صاير نهار انتظرك بكل لهفة يا ولينا كلام محال يبدع بعد غبيش خذور وطال الأمد بالمنتظر ربنا وعد يعني انتم مش ما قلتوا ما تأخرونا المهدي طار انتم يا بشر ومداولتين لحق انتصر رفاب عزيز من اين انتظر منكم اذا باجر اذا تدورونا يحجي بالحق جهرا يتعادون